السلام عليكم الاخوان. اليوم جاتني واحد سيات ليون 2011. سيات ليون ريكلاماسيون ديال الكليان هو ان شعله تيموان ديال الكاتاليزور والسياره فاشله. جا قال لك دير هذا الوس ديغنوستيك انايا وقال لك بان الكاتاليزور فيه شي مشكل والجي اس او فيه شي مشكل وبغيت عاوتاني نزيد نتاكد. اذا حنا هاد السياره هادي شنو درنا؟ دخلنا ديغنوستيك وقينا الديفوات اللي كيما كتشوف. اذا هاد الديفوات اللي كتلاحظوا هنايا عندنا تما كاين فونكسيون ليميتي ديال فيتا بارتيكول، كاين ديميتر ماسيك ابسونس تومبورير ديال السينيال، كاين فان دو ريفواليسمون دو ريسيكلاج دي غاز دي شاربون، كاين فان دو ريغولاتور دو بريسيون دو سيغ الومونتاسيون. اذا هادو كاملين كيما شفتو في الفيديوهات اللي كندير ديما، هادو كاملين ما يمكنش ما يخسرو كاملين، لان كل عنده علاقه، كل عنده واحد الخدمه. هادو كاملين هاد كاين لي كابتو هنا، كاين هنايا لي زاكسياتور، كل هنايا عنده واحد الخدمة، إذا ميمكنش أنهم كاملين يكونوا خاسرين. إذا كيما شفنا في فيديوهات قبل، هو أن هنا كاين شي عاوتاني كاين شي عامل مشترك بيناتهم، والعامل المشترك لي غيكون هو شي ألمونطاسيون. إذا شنو درنا؟ دخلنا للشيمة إلكتريك ديال هاد السيارة هادي ديال سيات ليون، وشفنا شنو العلاقة اللي كتجمع هاد العناصر كاملين. وكما لاحظتوا من خلال الشيما، تارك لنا بان العلاقه اللي كانت كتجمعهم هو فيزيبل. اذا هذا الفيزيبل هذا مشينا للبواطا فيزيبل اللي هي كما كتشوفونا في الصوره على الشكل هذا. مشينا لقينا الفيزيبل ما لاكمش. اذا خصكم تردوا البال هو ان الفيزيبل عنده بزاف ديال الحالات. تيقدر الفيزيبل ما يكونش واخا مخشيش يكون مخشيش مزيان، تيقدر الفيزيبل اللي راكب ما تيكونش كومباتيبل
داك السيركوي اللي هو كيبروتيجيه يعني ما تيكونش فيزيبل في نفس لومبيراج اللي دار الكونسيكسور، تيقدر يكون شي لومبيراج طايح يوقع فيه مشكل، وتيكون عاوتاني فيزيبل فيه كورسيكو ولا كورسيكوي. و تقريبا هادشي اللي تيكون في الفيزيبل. اذا لاحظتوا بان هاد السياره شنو المشكل ديالها، السياره هادي تقدروا نديروا واحد التنبؤ اللي كيفاش توقع الديفو هذا. ربما هاد الديفو وقع هذا، وجا شي واحد دابا وقلب لقى الفيزيبل صوتي، لقى الفيزيبل صوتي ملي هزو حيدو باش يبدلو مشى نسى على البلاصه. هذا كاحتمال تيكون كفرضيه، هذا تقدر نفهم تقدر نتنبؤ كيفاش وقع المشكل. ربما الفيزيبل هذا مشى عند شي واحد قلب فيزيبلات، ضروري يقول انا قلبوا الفيزيبلات انا نشوفو. ملي قلب فيزيبلات هز الفيزيبل قام صوتي، قال هذا راه صوتي، راه ركب واحد اخر، ولكن اللي جاب لي جا رجعو حطوه في بلاصه اخرى، مشى سياه باقي المشكل صافي هو يحيد جمع يديه. ولكن ملي لاحظتو ملي كنتبعو الشيما الكتريك وتخدمو بالبرامج هادو ديال اللوجيسيال، ما كيبقاش عندنا واحد الغموض، وتيكون الفكره كتكون واضحه. اذا هنا من خلال الفيديو هذا ومن خلال الفيديوهات اللي سبق درت، هو انك ملي كتلقى بزاف ديال الديفوات راه ما يمكنش يكونوا دوك الديفوات كل ما يقعوا في فرقه واحده، تيكون شي عامل مشترك بيناتهم هو اللي مفقود. مثلا بحال دابا مثلا في الدار نتايا، ما يمكنش انك نهار واحد تخبر البوطه، ونهار واحد غتخسر كاميله ولا كوكوط، ونهار واحد ما غتخسر الخضره. ما يمكنش، يا اما البوطه خاويه كتكون تشتي الخضره وشتي الكاميله كلشي كاين، ولكن البوطه خاويه، يا اما نتايا البوطه عامره والخضره كاينه الزيت ما كاينش، يعني شي حاجه كتكون. اذا من خلال السيره هذه ديما ردوا البال للعامل المشترك، والعامل المشترك تيقدر يكون شي ماس، يعني السريب ما تيكونش، تيكون السريب هو العامل المشترك، ولا تيكون كما الحاله اللي شنا دابا، تيكون العامل المشترك هو الموجه. وكنتمنى يكون هذا الدرس هذا فهمتوا عاوتاني، واخا هو فيدرنا شنا في واحد الدرس في المرسيدس نفس المشكل، وهذا في فولكس فاجن في السياره. وشكرا.